أربعة صح؟ حط بقى الضرب من 0 ل 20، 0 5 10 15 20 تمام؟ واكسب من كل واحدة من دول مين؟ إيه؟ منين أهو؟ مش في 25 كنت أربعة؟ إذا بدي أحسب إيه في بتاعت 0 مش عارف كام 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 كام. خد الـ إيه اللي حطها في المعادلة دي مين؟ أي إيه؟ قطع الأرقام ايه اللي هتعمل ايه؟ انا لو ماسك المعادله اداني كده
S1 الباور فاكتور الجديد للتقدم بتاع الباور. انت عايز تحسب الباور فاكتور في كام؟ خلاص وزاين ماينس 1 واحد بكام؟ بزيرو. يبقى ليه كام بقى بيعمل؟ بزيرو. هي ان جنرال مش لازم تكون زيرو. ممكن اقول لك انا عايز احسب الباور فاكتور اخليه كام؟ 9 من 10 95 صح؟ في الاخر وزاين ماينس 1 الباور فاكتور الجديد هذه ايه؟ سيتا. لما نيجي نحل بقى المسائل اللي بنقعد تعمل ايه؟ تروح مقسم دي ريال والماجنري. ليه بقى؟ انا عندك الاي دوتا ده مجهول والاي ده عمله مجهول. قسم بقى المعدل ريال والماجنري معنى يعني هنا يبقى ده اي توتال وساين سيتا توتال زائد جي اي توتال ساين سيتا توتال بيساوي ليه هنا اي اي وساين سيتا بتاع الموتور زائد جي اي اي ساين سيتا بتاع الموتور بلس هنا نفس القصه برضه اي ان وساين سيتا ان زائد جي اي ان ساين سيتا ان. اظن انت هتعمل ايه بقى؟ ده الريا صح؟ هتساويه بالاثنين دول اللي هم الريا تمام؟ وده اللي يمثل هتساويه بالاثنين دول. يبقى عندك كام معادله؟ معادلتين تقدر تجيب منهم الاي دوتا ومين بقى؟ واي. يعني مثلا دي معروفه 36 او 36 وبين 87 دي 36 ممكن نقفل المايك خالص مش فاهم المايك ممكن نقفل المايك خالص دي 36 بوينت 87 ودي كمان 36 بوينت كام؟ 87 دي جايه زي الحمد لله دي بتعمل اخر بزيرو وزاد زيرو كام؟ واحد واحد ودي سايد زيرو كام؟ خلاص يبقى الاثنين كله بزيرو تمام كده؟ نيجي هنا سيرة بتاع النص بكام؟ ب 90 صح؟ يعني وزاد صفر بكام؟ صفر اذا ده ابتدى صفر لكن سنت سيرب كام بقى في الاخر؟ واحد. لما اطبق بقى الريال بيساوي الريال والماجنري بيساوي الماجنري هيطلع معاك الاي توتال بيساوي كذا امبير والاي اي بيساوي كذا امبير. هل في مشكله؟ الموضوع بسيط جدا. لو في سيتا لو في سيتا توتال الموضوع بس هيكبر معاك سنه. احسب الاي احسب المعادلتين. طيب بعد ما جبت لو عايز ايه بقى؟ بقول لك والله انا عايز الدي اف قريب. يعني هو ده عايز ايه؟ الدي اف بتاع الموتور ها؟ والله يفتح موتور. طب ما انت لو جبت الاي ايه؟ سهل تروح للموتور وتجيب مين ها؟ الاي اف مش الاي اف ده بيساوي الفي تي ماينس جي ار اي في الاكس اس تمام؟ الفي تي كام؟ 220 على جنب 3 على زاويه كام؟ 0 والاكس اس بكام؟ 4 ماينس جي خلي بالك بقى هنا اي ايه اللي انت حسبته لازم تزوده في اكس اس طب زود اي بكام؟ تنساش ان هو وسط ال 90 لان هو شغال اسا كاباستور تمام؟ من هنا دي مين؟ اي اف وبعد ما تجيب الاي اف تجيب لها مين؟ اي اف خلاص انت جبت الاي اف عندك الاي اف دي بتساوي 24.5 لمين بقى؟ طيب جبت دي ده والله والله خلاص يبقى الفيلد كارد بتساوي كذا اذا معناها عشان احسن الباور فاكتور ليونتي لازم احط فيلد كارد معين منها مثلا اهو ده اللي حسبته عشان اوصل للاي ده يكون فيه مشتغل ذكاء بس وضحت؟ طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ احسب لي السي ايكوفلنت. هو يعني ايه سي ايكوفلنت؟ هو انت لو انت لو انت هتشيل الموتور هشيله واجيب مكانه ايه؟ بس هو بيقول لك تخيل كده لو احنا شيلنا الموتور وجبنا مكانه مكسر تجيب قيمته كام؟ هو ده السؤال. تجيب قيمته مكسر كام؟ واحده واحده كده مبدئيا هو ده اصلا شغاله زي اذا كبست صح فلو انت عندك الفولت وعندك التيار وقسمت الفي تي على اي اي اصلا لما تقسم دي على دي يديك الاكس بتاع الموت صح؟ يديك لها ايه؟ اكس سي صح؟ عايز تمشيها بالمظبوط خلاص الفي تي 220 على جذر 3 على زاويه 0 طب والاي ايه؟ عباره عن الرقم اللي انا طلعته على زاويه هتبص كام؟ 90 هيطلع لك هنا ماينس جي كذا الكذا اللي هي هي مين؟ اكس سي اكس سي طب اكس سي بيساوي كام؟ هي واحد على بيساوي واحد على 2 باي اف سي خلاص الفريكونسي كام؟ 50 اذا ده هي هي السي ايكوفلنت بتاع الموتور اللي انت لو جبتها وحاططها توصل لنفس اللي انت عايزه وحط ده سهل جدا نيجي بقى الموضوع الايه؟ تاني بيقول لك ايه بقى؟ طب لو احنا حددنا الموتور الفكره هنا في ايه بقى؟ بس الاول ندي حته صغيره كده عشان الناس
تفهم المطلوب ايه. خلي بالك الموتور ده اخره كام؟ 10 كي في صح؟ اس بتاع الموتور كلها بص عشان كده اس بتاع الموتور ككل هي عباره عن 10 كي في اي تمام كده؟ لو انا قلت لك الموتور هيشتغل كيلو يبقى الموتور مستعد يدي لك يو قد ايه؟ 10 كيلو فولت. ما هو الاس دي ريال ويت يعني في الاخر اكتف والاكتف. فالموتور ده بياخد بي ويدي كيو او يسحب كيو ايا كان بيدي كيو او يسحب كيو البي سكوير بلس 2 سكوير يساوي اس سكوير. اس كلها ب 10 وانا عارف ان البي بتاع الموتور بيساوي الجهاز التربيع البي بتاع الموتور تربيع زائد كيو موتور تربيع صح؟ ده طبيعي ان ده اكتف والاكتف. لو انا بقول لك شغال اف نورود نورود ميكانيكا نود ميكانيكا الميكانيكا يعني اكتف فاتنو نود معناها ان الباور بكام؟ اذا اس كلها تساوي ايه؟ كيو ساعتها ان الموتور قادر يديلك ال 10 كيلو صح؟ طيب السؤال الثاني بيقول لي بقى ايه؟ طب لو انا حملت الموتور ب 10 هورس باور الموتور حمل ب 10 هورس باور معناها ان لما تكون 10 هورس باور يبقى انت بقى عندك ليميتيشن للكيو ما اقدرش ادي لك الكيو كلها وبالتالي انا من شويه حسبت لك الباور فاكتور لكام؟ لواحد صح؟ طب لما احمل الموتور بقى اقدر اوصل الباور فاكتور لواحد؟ ما اقدرش لان انا مش هعرف البي لك طلبك واديك الكيو كلها. يعني انت لو حليت المساله دي انت لو حسبت الكيو بتاع الحمل الكيو بتاع الحمل اهو الكيو بتاع الحمل بيساوي كام؟ طبعا الحمل ده بيسحب 35 والباور فاكتور بتاعه 8 من 10 فالكيو بتاع الحمل دي عباره عن جذر 3 فولت فولت الحمل في الحمل في ساين ايه؟ في الزاويه لما اضرب جذر 3 في 220 في 35 في ساين 36 87 معرفش تقريبا الكيو دي يطلع معاك حوالي 8 كيلو فولت حاجه زي كده تقريبا رقم ده يعني ال 8 اقدر اديهم لك في الاول لما كان الباور كلها تعمل بكام؟ ب 10 ما كانش فيه لود. هنا بقى انت عايز مني عشان تحسن الباور فاكتور الواحد 8 تمام كده؟ عايز مني 8 ما هو عشان اخلي الباور فاكتور واحد معناها انك عايز تخلي البي توتال بتساوي كذا والكيو توتال بتساوي كذا. هنا عشان تخلي الباور فاكتور واحد معناها انك ما تسحبش كيو من الباور تمام؟ وبالتالي لازم الكيو اللي هيديها الموتور ولها فين؟ الحمل كانه كبسته هنا انا مش هقدر ارتاح في الطلب ده بصراحه لان الكيو بتاع الموتور مش هتعرف تغطي الحمل ليه؟ انا جيت هنا بقول والله جاب 10 اصلا والباور بتاع الموتور حملها كام؟ بما انك بتقول الافشنسي بتاع الموتور 100% يبقى الدي ام تي ايه؟ دي اوت يبقى معناها ان الموتور لما يحط له هنا حمل كده صغير والحمل ده اللي كان اللود ويسحب مني 10 هورس باور يبقى هنا هيسحب بي انبوت بتاع الموتور بتساوي كام بتاع الموتور دي؟ او والله البي بتاع الموتور هي عباره عن 10 هورس باور في 7 4 6 صح كده؟ احنا نحول من هورس باور لوات هيديك 7.46 كيلو وات. انت اصلا خدت 7 كيلو وات لوحدك كاكتف باور يبقى الموتور ده اخره في الاكتف كام؟ اخره في الاكتف كام؟ هتقول لي الجهاز التربيعي 10 تربيع فهو 7.64 تربيع فلقيت ان الكيو بتاع الموتور دي اخرها 6 مش عارف بوينت 2 من 10 كيلو فور صح ولا يا شباب؟ يبقى مهما كان عمرك ما هتعرف تاخد من الموتور غير دول بس. ساعتها بقى الموتور ابتدى يقول لي بقى طب حسبت الباور فاكتور ماكسيموم طبيعي صح ولا ايه؟ يعني ايه هو اقصى باور فاكتور هتقدر تقصده؟ اقول لك والله لو خدت مني دول كلهم صح؟ يبقى انا هعمل ايه بقى؟ انا عندي الحمل ياخد كيو ال عشان كده الحمل ياخد كيو ال اللي هي بكام؟ ب 8 وشويه. انا اقصى حاجه هنا ادالك كام هنا كام؟ 6 ساعتها ارسم بقى رسمه كده حاجه كده. خلينا بقى الحمل بياخد بي ام وبيسحب كيو ام والموتور بياخد بي ام وبيديها كيو ام تمام كده يا شباب؟ اللي بالصفار بي توتال وهنا ايه؟ كيو توتال. ماشيها بقى باور فلو. الانبوت باور بي توتال بتساوي كام؟ تقول لي بي بتاع الموتور زائد الباور بتاع مين؟ الحمل صح كده؟ طيب الكيو اللي داخله بتاع الصبار بتساوي ايه؟
كيوان ماينص في التعميم النقطه. تمام كده شباب؟ طبعا البي ال والكيو ال حسابهم سهل، جذر 3 في الاي كوسين زاويه، والبنت على الجزء حسبناها اهي 10 ونص باور، واقصى كيو هيخرجها النقطه بكام؟ 6. يبقى عندك الكيو بتاع الحلم 8، وانت بتقول لي والله النقطه بتدينا 6، يبقى الصلاه يديك كام؟ لازم تدينيش. والبيوتا عندك لما يكون عندك بيوتا وكيو توتا تقدر تقسم الباور بتاعت التوتا صح ولا ايه؟ اللي هو عباره عن كوزاين الزاويه اللي هي تان ماينس 1 الكيو توتا على البيو توتا. لما يكون عندك البيو كيو تقدر تجيب الزاويه تقدر تجيب مين؟ اذا هو ده اقصى باور فاكتور هيبقى ايه؟ 5. وضحت؟ المسألة اللي فاتت بص شايف نوت كان الموتور ده كان التوتال بكام هنا في الاخر؟ زيرو. فالموتور بيدي لك كله كيو ال لانه قادر يديهم لك لما كانوا 8. اتلوت بقى الموتور بقى فيه ليميتيشن، ليه؟ لان عنده بي عنده حمل فيدي لك كيو كام؟ اخره يقول لك والله اخر 6. طب انت الحمل عايز كام؟ 8. الحمل عايز 8 وانا مش هديك غير 6، يبقى الصلاه لازم تساهم بكام؟ ب 2. طول عمرها 8 محطوطه ب 2. اذا من عندنا جبت كيو الباور طبعا يا لازم تكون في اتجاه واحد، بي بتاع الموتور بتاع الان يا بي توتا، ساعتها جبت البي توتا والكي توتا. لما يكون عندك بي وكيو تعرف تجيب منهم زاويه تم بس 1 او تجيب منهم اس براحتك صح ولا ايه؟ كوزاين الزاويه هو مين؟ هو الباور بتاع التوتا. وضحت؟ نكمل. اي اف اللي هي 24 ونص في الاي اف تجيب منها مين؟ اي اف اللي هي
كده احنا جبنا 4 في الماكسيمم، جبنا اي اف صار على بعد 3 سي ها سي كويفلنت. دي بقى دي بقى فرق كده شويه. هو انت لما الموتور شباب الموتور لما يسحب دي يدي لك كيو اللي هو كانه ايه؟ ار سي لود صح؟ تاني يا شباب الموتور لما يسحب دي ويدي لك كيو كانه ايه؟ ار سي. يعني في الاخر ملوش ايه؟ ما بقتش اكس بقت زد. طب انا اعمل ايه؟ احسب زد بتاع الموتور زد ايكوفيلنت يعني. اي زد بالنسبه لك هو اكس هي عباره عن في تي على اي اي صح؟ كل واحد بزاويته. الفي تي 220 على جذر 3 على زاويه 0 صح كده؟ طب واي كام؟ طلع عندك على زاويه بوستف كذا هيطلع رقم ماينس جي رقم صح ولا ايه؟ اذا هي دي ار ايكوفلنت بتاع الموتور اللي بتعبر عن الاكتف لود ودي اكس سي بتاع الموتور. يبقى الترم ده هو ده هو بقى بيساوي 1 على 2 باي اف سي. وخالد جبت السي وضحت؟ عشان نفكر شويه سوى لذيذ تمام. اخر حاجه بقى عايز ايه بقى؟ الفي كير. حد عنده فكره الفي كير؟ بص الفي كير لما جيت اكسبه من شويه قلت لك هتعمل خلل مين؟ لايف. بعد كده هتعمل خلل مين؟ ليف. بعد كده هتعمل خلل مين؟ بس قبل ما تعمل ده كله الدلتا بكام؟ الدلتا بزيرو صح؟ هتقول ده يبقى فيه ايه؟ دلتا. معناها انك لما ترسم وفي دلتا الارقام دي تتشاف لفوق صح؟ يبقى لو انت حملت ال 10 هورس باور تلاقي الفيجر متشافت لفوق. طب نحسبه ازاي بقى؟ هي نفس الخانات دي ولكن هنبص حاجه واحده بس. الدلتا بكام؟ صح؟ الدلتا اللي هتناظر 10 هورس باور بكام؟ فالجدول هتعمل فيه الاتي. لا حسب ايه دلتا؟ دي بقى مشكلة تانية. ايه اف اللي حسبناها دي؟ اللي هي دي؟ دي دلتا في الاخر بس مش دي دلتا بتاعتها. ليه بقى مشكلة؟ هو انا لما اثبت الباور شباب انا لما اثبت الباور مين اللي بيثبت؟ الاي اف ولا الدلتا ولا الاي اف قصاد دلتا؟ صح كده؟ لما اقول لك انا بحمل الموتور ب 10 ونص باور وما جتش اهميته معناها انك حاولت ان انت ترسم الكيرف ده وانت بترسمه كنت راسمه عند باور ايه؟ معينه. راسمه عند باور بتساوي كونستنت. الباور بتاعتك هي عباره عن 10 ونص باور ب 7 4 6 صح كده ولا ايه؟ دي الباور بتاع الموتور اللي مش هتتغير. وبالتالي الاي اف ساين دلتا هو اللي بيبقى ثابت مش الدلتا اللي ثابته تمام؟ طب انا اعمل ايه عشان احل المشكله دي؟ هتزود بس حاجه بسيطه. بص يا سيدي احنا عندنا خانه مين؟ اول حاجه رينج الاي اف صح كده؟ اللي هو بنزله لحد كام؟ 20. مين هنجيب مين؟ اللي هي تعرف من زيرو كام؟ قلب بقى شويه خالص نقطه الاي اف. ليه؟ لان عملت عشان اجيب الاي اف الاي اف بيساوي ايه؟ الفي تي على زاويه زيرو ماينس الاي اف على زاويه ايه؟ دلتا على جي اكس اس صح كده؟ عشان احل دي اجيب مين؟ الدلتا. طب اعمل ايه بقى؟ هعمل سنه جديده للباور. واكتب كده ان الباور بتساوي 3 اي اف في دي على اكس اس ساين ها دلتا. انت عندك الباور منها ثابته ان هي كام بقى؟ 10 في 7 4 6 والفي دي 220 على كام؟ على 3 والاكس اس بكام؟ ب 4 وكل رقم من الاي اف هنا حطها فين؟ المعادله. يبقى هنا كان الناس مين؟ ها؟ الدلتا صح؟ يعني في كل مره في فيها الاي اف تروح حاسب منها مين؟ الدلتا. في كل مره في الاي اف تحسب منها دلتا. او في حل تاني. في حل تاني. احسب الاي اف ساين دلتا وصور رقم ثابت. يعني معنى صح اي دي اف ساين دلتا ده هيساوي كذا في المعادله دي من اول مره. وساوي الرقم ده وحله ما تغيروش تاني. كل ما تجيب اف هات من مصر دلتا، كل ما تجيب اف هات من مصر دلتا، كل ما تجيب اف هات من مصر دلتا. في الاخر دي معادله كامله فيها باور. كل دي ارقام ما عدا اف ودلتا. لما اجيب دي ارقام المعادله اجيب الدلتا، احطها هنا اجيب مين؟ طيب هنا ما بتعملش ارقام كتير بس عايز بس اعمل لك رسمه كروكي تبين ان دي كده بتشفت لفوق. بس كده. حلو. ان شاء الله تمام.
تكتب براحتك يا عم. هو بس يعني خلينا قبل ما نخلص نمشي يعني. في ملحوظه في الدفعه دي قريبه جدا. عددكم قليل جدا ما اعرفش ليه في المحاضرات استكاشف. طبعا كلهم هم مقتنعين ان الباقي واخد كورس بره. مستحيل يعني. ده في ناس كتير بتمشي تصور. ايه المشكله؟ اولا انا ما بقولكش ما تصورش. بس انت كطالب وظيفتك انك تيجي الكليه وتحضر المحاضره. لو الدنيا واقفه على حاجه صغير بس ما كانش حد غلط. كانت الناس كلها قاعده في البيت وشاف اليوتيوب. هو اليوتيوب فيه كل حاجه وعلى فكره مش ممكن تكون مش محتاج سكاشن اصلا. اي حاجه هيكتبها على جوجل هتجيب اللي انت عايزه. ولكن في مشكله كبيره فعلا حصلت في الدفعه دي بالذات ان عدد الحضور في المحاضرات والسكاشن قليل جدا. فالناس معتمده على انها بتصور المحاضره وبتصور سكشن. والباقي قاعد في البيت بيبص على الجروب بيشوف ال لا ما شاء الله في مكتوب بيقول لك ملخص الاسبوع. برضه مش هيجي بس انا بقول لك ان انت بتعمل ده فعلا تطلع يعني انا مش هقول لك كل اللي قاعدين دول ناجحين بس اللي قاعدين في البيت فاشلين وهتطلع ناس فاشله بطريقه رهيبه ومعتمد على البير ومعتمد على حاجه متصوره اذا انت ما قريتش كانت على فكره كانت الناس تاخد المحاضرات في الجامعات ولغه كله ولغه المراجع والكتب والكلام كله ممكن الناس ما تعرفش تصور فيديوهات انا عايز اقول لك حاجه يا شباب في الاخر يعني العلم مش هيجي منك تشوف فيديو واحد بيشرح وخلاص في الاخر برضه انت محدود بالبدايه وفي جمل بتوع منك وي وي يعني مثلا واحد انا بشرح حته صغيره قد كده عم اقول لك هتعمل وتسوي اكيد في الفيديو ممكن ما تكونش واضح مش مركز فيه ماشي في اوبريشن معين مثلا انا اتهيألي كده ان اللاعب بيتفرج على الفيديو وانت عم تشرح اوبريشن مش هيركز فيه هو هيركز بس في المساله حته ازاي هو مش خطوته مثلا انت عملت واحد كذا اثنين كذا في دفعات كتير صورت بس انا اقول لك ان انا يعني انا قابلت دفعه من الدفعات والله ده يعني ده بجد قابلت دفعه من الدفعات الدفعه دي منهم الناس بيقعدوا معاها ترابيزه بره كورس وفي نفس الوقت بيحضروا محاضرات وبيجوهات وبيحضروا معاها سيكشن وفاول بنش وبيحضروا معاها كده سيكشن بجد خلي بس تنبسط يا عم انا مش عايز اقول لك ان السنه دي ما حليتش شيء بايدي هم بنات جوه المبدئيه هم بصوا بيهم بنات في السنه دي ما حليتش شيء بايدي كل شيء ده خدتها منهم هم خطهم خط جميل منصف مش عارف جوه وقت منين اللي بيحضر كل ده وفي نفس الوقت بيحل ويحل مسائل احسن مني يعني انا بنسى حاجات اللقطه والرجاله ناسي هو جايبين لي شيء محلول مظبوط بارقام فاللي عايز اقوله في الاخر ليه؟ لان دول شافوا وظيفتهم وهم خرجوا انا وظيفتي طالب باخد مصروفي بروح الصبح الكليه وبرجع اخر النهار كنت فين؟ انا شغال طالب فانا مطلوب منك تاخد محاضرات وسجاجي انا قعدت 5 سنين في الكليه والله ما جبت منها غير يوم واحد والله يا نهار ابيض واليوم ده قسما بالله اللي والله اليوم اللي جبت ده فعلا قعدت في الامتحان متوتر بسبب المحاضره بتاع اليوم ده ما طلعتش محدش كان شرحها والله محدش انت مجنون انت يا عم انت هتشجعك وانت من الاشكال دي الشرح عشان اوصل للحته دي. الدكتور اللي قاعد وراه بيتكلم
ويسالوا هو جاي وايه في مين. بس للاسف الموضوع ما بقاش موجود خالص يعني. هو كمان ما كانش موجود وكانت الناس بتيجي، بس الدفعه دي ظاهره غريبه جدا، الناس ما بتجيش يعني. ففي مشكله، في مشكله. ما اعرفش بقى الاجيال الثانيه نفس القصه ولا ايه، بس في مشكله ممكن يتمنع التصوير. لا لا والله التصوير ده غلطان عليك انت، مش لحد تاني. باشمهندس في كلام شباب، انا بحسها، انا كمعيد في السكشن بحسها يعني. انا مثلا قدام السكشنين، انا لا قدام سكشن واحد وانت سايق سلامه، قلت لكم الناس بتقابله كتير، بسال يا ابني الناس بتقابله، قال لك لا مش بيه. ففي مشكله في الدفعه، في مشكله في الدفعه، في مشكله ان هو عنده فيديو متصور، عنده فيديو متصور للمعيدين كلهم والدكاتره كلهم وقال في البيت. لا مش كل الوقت بيتصور، مش كل الوقت يا عم اسمعني، انا بقول لك اللي بيصور بيصور الكل. لا لا عشان اسمع، ما اللي بيصور ايه كده، هو اصلا هو بيصور، ما بقولكش صور الواحد سواء واحد بيحل الشرطه. التصوير ده هيجيلك امتى؟ لما تكون انت ذاكرته وخلصته وعايز تفتكر حاجه. لكن لا، ما هو مش مع الكل، في واحد واخد الفيديو ده هو الاساس بالنسبه له، غير كده مش هيعرف يعمل حاجه. معايا ربنا ينزل ركز يا اخي النهارده. بس بقى موضوع الاستشاري، احنا عايزين مواتير، كل المواتير اللي انت خدتها قبل كده كلها بتنظم اوبريشن يعني. في الاخر التشغيل بالنسبه لك مستمر يعني، انت بتحط في الاخر ار واس وتي ويو ار واس وتي، وتلاقي المشين بتدور بسرعه معينه، وفي فتره ستارتنج لحد ما نوصل للنورمال تاخد لها مش عارف كام ثانيه لحد ما نوصل للفول اوبريشن كتورك وكذا. بعض الابلكيشن ما بنحتاجش ندور طول الفتره دي عشان نوصل للفول سبيد، عشان نوصل للفول تور. لا، بعض الابلكيشن بيقول لك والله عايز احرك حركه واقف، حركه واقف، ودي موضوع في الخطوط الانتاج. عندك مثلا سير، والسير ده مثلا بيتحرك وعايز فوق شويه حاجه تزوق الازازه كده عشان تنزلها فيه، وحاجه تزوق عشان تغطي، وحاجه تزوق عشان تعدي. فالزقه دي مش كونتينوس، لازم بتزق وتركب، او مثلا بتزق وبعد كده بتزق وتروح تيجي. فالزقه دي معناها ان انت مشيت ستيب بس، ما لفيتش لفه كامله، تمام؟ فانت عشان تعمل الكلام ده فبنعمل حاجه اسمها ستيبر موتور. الستيبر موتور عشان تعمل اصلا ستيبر موتور لازم ما تلفش ملف كامل وتغذيه تغذيه كامله، لا تغذى وتقطع، تغذى وتقطع. تقول لي خلاص ما تعملش القديم، القديم اللي هو ستيتور وروتور، قال لك لا، انت لو غذيته وقطعت اصلا مش هدور. ليه مش هدور؟ هو اصلا على ما تغذيه لسه قدامه اصلا كام ثانيه على يوصل للسرعه اللي انت بتتكلم عليها دي من 10 15 ثانيه، تمام؟ ولو في بقى فريكشن ولو في مش عارف ايه، فمش هينفع تعمل الكلام ده هنا. انت عايز تقلل المسار بتاع الفلكس على قد ما تقدر، عايز تخلي الماشين الريسبونس بتاعها عالي على قد ما تقدر، يعني وانس ان انت تدي الكهرباء الموتور اتحرك ثانيه. طب الفكره دي جت ازاي؟ لو انت جبت حته حديده كده وضربتها مش هيبقى كده، وعندي هنا ورحت جايب مغناطيس ان او اس ورحت حاطط كده على العينه، ايه الاثر دي؟ بتعدي. صح ليه؟ لان الفلوكس عشان يعدي من ام يروح اس دايما بيظبط في فورس في الارجاز، الفورس اللي في الارجاز دي بتخلي المسار اقل ما يمكن. فورس بتاع الفلوكس بعد ما تخلي المسار اقل ما يمكن فتروح عداها بالشكل ده عشان تبقى الارجاز دي قليله جدا، دي برضه قليله جدا، ده اقل حاجه. فايه اللي حصل؟ انت لما جبت المغناطيس وسلطته على الحديده اتعدت. فدي فكرة اللي انت تجيب مغناطيس على حاجه البوزيشن بتاعها هاي ريلكتنس يعني معقل عالي جدا، بحيث انت تعمل ريلكتنس تقللها، يبقى الماشين هيبقى المين اوبريشن بتاعها هو تقليل ها الريلكتنس بسبب الفورس اللي فيها الجاي، تمام؟ طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ مش هينفع نعمله بماشين عاديه. ليه؟ لو انت جيت حتى على ماشين عاديه، الماشين عاديه ادي شكل الاستيلر وادي شكل الروتر في السلندر ده مثلا، ما هو هنا مفيش تقليل اصلا هتقللها الرقم، اللي هي برضه الرقم اسمها لها ثابته، هتاخدها خلاص هتخليها سيليانت، تمام؟ هتخليها سيليانت. انت بقى عارف السنه الحركه دي، على فكره عايز الماشين يتحرك مثلا 30 درجه تقف، لكن انا لو عملت كده مش عارف الكنترول هم 30 ولا كام. ليه؟ لان انا سايب الاستيتو كده سايع على بعض. فبنعمل ايه بقى؟ بنروح جايبين الاستيتو ده مقسمينه لسنون كيس كده، سنه 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 سنه، تمام كده؟ والروتر برضه قسمه لسنون، دول كام سنه؟ اربعه، واللي زيته كام سنه؟ سته. ده مثال، ده مثال
هنشتغل عليه، لكن هو مش اساسي يعني. فلو فرضنا ان انا ان اس دي ستوك سكيل ب 6 وان ار سنون جروث بكام؟ ب 4. ركز بقى كده، هجيب على كل سنتر لف مبدئيا، خلينا نقول مبدئيا هجيب على كل سنتر لف. لما اجيب على كل سنتر لف هتعمل ايه؟ هما اول حاجه اقفل إيه البنات بتاعتي بس، سيب التجميل فري زيرو فولت. لما تقفل الملف عين معاني ان في كهرباء، يقوم بتقول ايه؟ فلكس. فالفلكس عايز يعمل ايه؟ الفلكس عايز يطلع من ايه ويلف. فيا جدعان اقرب مسار، اقرب مسار ليه؟ والله هو مظبوط اهو، اقرب مسار. فهمتني؟ خلاص يبقى الايه؟ هجيبها مع واحد. الخطوه الثانيه افتح ايه واقفل مين؟ بي. لما تيجي تقفل بي الفلكس عايز يعدي البي. طب هيعدي ازاي؟ هيقوم معدي على البي ويكمل المسار بتاعه. طب بس اديني ايه اللي عنده؟ بيعمل ايه؟ شدها. تلاقي الخطوه ده اتعمل. يبقى اثنين تيجي هنا واربعه تيجي هنا وواحد يجي هنا وثلاثه يجي هنا، صح ولا ايه؟ شفتوا اللي حصل؟ لف لف السنه الصغيره دي. اللفه دي هي دي الستيب اللي انت شفته. خلي بالك بقى لما غزيت ايه؟ شدت واحد. لما غزيت شدت مين؟ اثنين. الخطوه الثانيه تعمل ايه؟ تروح مغزي مين؟ سي. سي بقى تعمل ايه؟ ترفع ثلاثه. فالثلاثه تيجي هنا. لما ثلاثه تيجي هنا بتبقى اربعه دي جاهزه جاهزه لدي. يعني لما ثلاثه تيجي هنا كده بقت اربعه جاهزه لدي. لدي تقوم تغذي دي تشد كام؟ اربعه. لما تشد اربعه واحد هتبقى جاهزه عند دي وهكذا. فكل ما تغذي سنه كل ما تشد الروت، كل ما تغذي سنه تشد الروت. ليه؟ عايز يقلل المسافه على الدماغ. فلما غذيت ايه؟ ايه شد واحد؟ بي. بي شد اثنين. سي شد ثلاثه. دي شد كام؟ اربعه. طب في حاجه ثانيه خلي بالك فيها منك. لو انت غزيت سنه واحده بس بتلاقي الفرص هي يعني صغيره شويه، ليه؟ لان الفرص خارج من ايه؟ هيعدي على الحديد. بالنسبه له هنا في حاجه حديد برضه، صح؟ يبقى المسار كله حديد الا الحته دي. فتبقى الفرص بقى صغيره. طب ايه رايك ان انت اصلا لما تاخد واحد دي الله يمكن عليك كان في نفس الوقت ده الله يمكن عليك؟ عادي ده في نفس الوقت. حتى لما جيت عند سي، لما سي شد الثلاثه كانت واحد عند مين؟ عند اف. عايز تقول ايه في الاخر؟ عايز اقول ما تجيبش ست ملفات، هات كفايه كام؟ ثلاثه. وحط ملف على ايه دي؟ ايه دي؟ وحط ملف على دي وحط ملف على سي اف. بدل سته تجيب كام؟ ثلاثه. لو انت عملت الحركه دي هتوفر الثلاث ملفات دول مش عايزاهم. يبقى ده كده اوله ايه واخره دي. ده هنسميها خلاص اي داش. وده اوله بي واخره بي داش. وده اوله سي واخره سي داش. يبقى احنا عاملين ايه؟ بي سي؟ لا في حاجه اسمها دي، ده اي داش اللي هو باقي ملف اللي فوق. وده عباره عن بي داش باقي ملف الثاني. وده عباره عن سي داش باقي ملف الثاني. بحيث ان انت لما تيجي تغسل الملف ايه؟ اي داش تقوم تعمل هنا نص وتحت سبعه. يبقى انت ماسك الحديده باليمتين بالمغناطيس. صح ولا ايه؟ يبقى خلاص يا استاذ يمشي من هنا بمغناطيس على حديد على اس مغناطيس بيكمل المسار بتاعه جوه الحديد. وضحت؟ يبقى هنا في ست سنون في الاستيتور بس في كام فازه؟ اذا مش لازم عدد الفازات يساوي عدد السنون. صح ولا ايه؟ يعني هنا عندنا السنون سته في الاستيتور بس عدد الفازات الام دي النمبر اوف فيزز. هخليه كام في الاخر؟ ثلاثه. تمام كده؟ طيب في بقى حاجه ثانيه. لو لاحظت التغذيه عكس الدوران. يعني انا بغذي ايه؟ بي سي. المره الجايه يعني انت لو بتقول ايه؟ انا لما اجي اغذي دي، دي بتشد كام؟ اربعه. طب ما خلي بالك احنا ما عملناش دي. لا ما انت هترجع تغذي ايه من دي، صح؟ ايه هتشد كام في الاخر؟ اثنين. في نفس الوقت ايه دي كانت بتشد كام؟ اربعه. يعني في الاخر انا برضه هغذي اي بي سي، اي بي سي، اي بي سي. كل ما اغذي بلف اللي هيتعمل هنا هيتعمل فوق. يعني لما تكون اربعه هنا اثنين ساعتها هتلاقي عند ايه؟ هي هي. يعني بقى في الاخر بص كده اهو. هنا كان في اثنين وهنا اربعه. انا بقى مش بغسل واحده وشد اربعه. لا يا عم انا هغسل ايه وشد كام؟ اثنين هي هي. في الاخر هو ملف واحد بس كافي الاوبريشن ده. دي بقى حاجه ثانيه. الدوران عكس التغذيه. يعني الاخر بينزل ممكن يغسل ايه؟ بي سي. الدوران عامل ازاي؟ العكس. طب لو انت تاخد تغسل ايه؟ وجيت غزيت بي. زي ما عايش تمرين سي صح؟ سي. ده كده بي. لو انت غزيت ايه؟ الخطوه الثانيه وتغزي سي. سي سي بكام؟ اربعه. اربعه. يعني دوران العكس هتبقى ثلاثه جاهزه للبي. يبقى غزي مش الثلاثه.
يبقى لما تيجي تغذي A C B كده الدوران بقى ايه؟ عكس. يبقى عندنا الدوران او التغذية عكس مين؟ عكس الدوران بتاع مين؟ طب انت في كل خطوة هتمشي قد ايه؟ طبعا انت لو جبت ايه الناس يساوي النار هيلف الموتور؟ لا. ما انت لما تجيب دول ستة وتجيب دول ستة مش هيدوب. يعني ودي كلهم ذا سيم رفرنس. فرق سعر عالي جدا. اهم حاجة الناس اللي هتساوي النار في الموضوع ده. تمام؟ تيجي بقى لموضوع الزوايا. انا وانت اتحرك هنا اتحركت قد ايه؟ بالحساب. الحساب بيقول لك ايه بقى؟ الزاوية من كل سنة من كل سنتين في الاستيتو دي كده مثلا هنسميها ار. والزاوية من كل سنتين في الروتون هنسميها بيتا. لازم ده كده بيتا. أول خطوة أنت عملتها لما جيت تغسل إيدي جبت كام؟ اثنين بقت اثنين الله يمكن على مين؟ مع بيتا. فأنت الحتة دي بس هي اللي مشيتها. هنسميها زيتا. إذا نسينا بقى بتساوي ده؟ بيتا ماينس ألفا صح؟ سيتا هي الستيب أنجل. الستيب أنجل هي عبارة عن ألفا ماينس بيتا بين كوسين مضرس بتاع الكام بقى؟ فهنا مثلا إن إس ب 6 وإن أر ب 4 يبقى هي ألفا بكام؟ كام؟ 60 درجة صح؟ وبيتا بكام؟ 90 زاوية كل سنتين في الستيب 60 وزاوية كل سنتين في كام؟ 90 يبقى هنا مش كام درجة؟ 30 درجة. بس الكمون ده لسه له بقية لو انت ظهرت كده هنتكلم فيه. يبقى انا كل سنة بمشيها يعني كل خطوة كل بلصاية هديها بكام درجة؟ 30 كل بلصاية 30 عطلة. أي بلصاية هديها الموتور 30. أنت في الآخر الموتور ده بيبقى عبارة عن شوية بلصات كده أهي بلص 2 3 4 فكل بلص همشي كام درجة؟ 30 درجة. بقول لك إيه بقى؟ طب أنت خلال دورة كاملة هتكون مشيت كام خطوة؟ برامتر اسمه اس. اس ده هو عباره عن الستبس بالبروجن. يعني انت مشيت كم خطوه في الدوره واحده؟ طبعا انا في كل خطوه امشي كام؟ 30. طب الدوره كلها كام درجه؟ فانت لو قسمت 360 على السيتا تجيب الستبس في المثال ده 30 360 على 30 فيها كام؟ 12. يبقى عشان اخلص الدوره دي كامله لازم اشيل خطوه 12 فقط. بعد كده عايزين بقى السبيد اللي هي السرعه. ما هو في فرق انت تدي بلس كل بلس وبلس ثانيه وفي مثلا بلس وبلس ثانيتين بلس وبلس ثانيتين ده كله اثر على السبيد في الاخر صح؟ فالسبيد هي فريكونسي على اس. الفريكونسي هو الفريكونسي بتاع البلسات دي. بالنسبه لنا احنا ده فريكونسي وعباره عن هرتز او سايكل بالسكن. بس احنا ما عندناش سايكل عندنا ايه؟ بلس او بلس بير سكن. ايه ده هي مش البلس دي ثلاثه ستيب؟ يعني كل بلس بتساوي ايه؟ ستيبس. اذا بنقول لك ان الفريكونسي هو عباره عن ستيبس ها؟ بير سكند. يعني كم خطوه في الثانيه؟ هي كم بلس في الثانيه؟ لما اسم اف على اس اجيب الان على طول. ليه بقى؟ الاف ستيبس بير سكند. طب والاس ستيبس بير ديفلوشن كل دوره. لما اسم دي على ستيبس تروح على ستيبس ومقام بقام بس يطلع تشامبر ايه؟ يبقى ادينا سرعه ار بي اس. لو عايزها ديفيوشن بالمينت تسعة على كام؟ طيب احنا هنجيب اس ونحط مكانها 360 على سيتا تسعة على ايه؟ 360 على سيتا. ده كده يدينا ار بي اس. طب لو عايزها بالمينت تنسى ده على كام؟ 60 صح؟ ده 60 ثانية يطلع اف في سيتا على ستة. يبقى لو ضغطت الاف في سيتا على ستة يدينا ار بي ام. في بقى حتة مهمة جدا. الكون ده اللي هو بتاع الستيب انجل اللي هي سيتا بيساوي الفا ماينس بيتا. ما ينفعش نقول المعادله دي الا في نوع واحد بس. احنا عندنا كذا نوع دلوقتي هنقول دلوقتي. في نوع اللي هو الفاريبل ريلاكتنس سنجل ستيب. تمام؟ ده سنجل فاريبل ريلاكتنس سنجل ستيب. غير كده الجنرال الفا او سيتا هي عباره عن بتاع ايه؟ في الديزاين. البيتا على نمبر اوف فيزز. بمعنى احنا في المثال ده البيتا بكام؟ ب 90. طب كام فازا؟ 3. 90 على كام؟ 30. في الاخر ال 30 دي هي ال 30 دي. ولكن دي الفا ماينس بيتا ودي بيتا على ايه؟ دي اللي مسيرها في الديزاين.
بس دي ان جنرال لاي نوع من مين؟ اي نوع من السوبر نوت. تمام؟ حاجه بس ثانيه احساب الاس. اس تطور سنه على سيتا، لو شلنا سيتا وحطينا بيتا على ال يبقى 360 في فين على مين؟ على مين؟ بيتا نفسها 360 على ال ار. يبقى دي بتطبع دي بيسموك تقول ان اس بتساوي ام في ال ار برضه ده تايم اس. يعني برضه لو غالب اس بتساوي 360 على سيتا او بيساوي ام في مين؟ ها؟ في ال ار. تمام عشان كده؟ حتى هنا مثلا ال ار بكام؟ باربعة والام كام؟ 3 في 4 12. تمام؟ احنا اللي شرحناه ده نوع. النوع ده احنا بنبص بقى ليه الفانكس كلها دلوقتي يعني السيارات القوانين دي. احنا عندنا كام
احنا عندنا ثلاث ستيتور، يعني ورا ده ورا السبوره في اثنين تانيين، تمام؟ دول كلهم مغازين بطير واحد، يعني الملف ده جاي هنا جاي هنا جاي هنا جاي هنا جاي هنا، وفي الاخر دول اسمهم فازيا سمائيه، صح كده؟ ده طبيعي انك اصلا مش محتاج تحط على كل سنتين فازه، لانه كده مش هيدور اصلا، تمام؟ فانا مغازيهم كلهم عشان في كاتشنج جامد، يعني هما كده فعلا ماسكين الرطب كامل بس استحاله الرطب. طب ايه اللي هدوره بقى؟ الرطب ده وراه اثنين تانيين حمر، صح كده؟ والجنسين الاسود ده وراه اثنين تانيين زيهم، ولكن الفرق ان السنون بتاع الجنسات كلها على نفس الخط. يعني السنه دي اهي اهي السنه بتاع الجنسات على نفس الخط. لما تيجي بقى للرطب السنه بتاع اول الرطب اهي الجنسات اللي وراه اللي السيت اللي وراه هي السنه هي هي، ولكن الرطب لها سيكه كده، يعني الرطب اللي وراه اهو حلو دي لها سنه صغيره، الرطب اللي وراه لها سنه ثانيه. معناها بقى دول سنون الاستيت ودول سنون الرطب، تمام؟ ده اول استيت. لو رجعت ورا شويه للسيت اللي بعده الاستيت زي ما هو صح؟ بس الرطب بيشفت سنه. اللي بعده الرطب بيشفت كمان سنه. بحيث بقى ايه؟ الاولاني خلاص انا غزلته صح؟ لما غزلت الاولاني بقى الله يمد معايا. التاني جاهز انك لما تغزل ده يلف. لما بيلف بيعمل ايه؟ بيلف الرطب كله معايا. يعني لما بيلف بياخد الاثنين يلفوا معايا. بصوا يا شباب كده. ده التاني اهو. التاني بقى الله يمد. اللي حصل بقى ان التالت كان بعيد قرب. صح كده؟ فلما تيجي تغزي يقوم يقرب تاني. لما تعمل بقى الحركه دي خلي بالك هتلاقي ايه؟ الجسم بتاعه متشفت سنه. يعني جاهز انك تغزيه. فهنا انت هتغزي ايه؟ بي سي. كل ما تغزي واحده من دول كل ما تلاقي الرطب بيلف معاك. هو بيلف بيجيب التلاتة اللي وراه. عشان يبقوا جاهزين بسنه صغيره. بحيث انت لما تغزيه يمشي لك. وبالتالي انت كل مره بقى كل مره بتغزي فيها استفدت حاجتين. استفدت كفورس يعني انت عندك الفورس جامده جدا وكمان الستبس قسمتها لثلاثه. بمعنى يعني انت مثلا هنا الفرق بين انك تغذي ايه وبعد كده بي وبعد كده سي بتمشي كام درجه؟ 30 درجه صح؟ في اللي فاتت. هنا بقى انت ممكن تقسم ال 30 درجه دول على الثلاث حاجات دول، يعني كل ستيب بكام؟ ب 10. يبقى فايده الموت ستاب انك تحافظ على الترك يكون عالي، تحافظ على العزم يعني، وفي نفس الوقت الستبس عايزها صغيره. هو ليه لما خلاص لما تعمل التن ده وتقلل الستبس خلي بالك بعد كده في مشكله. يعني احنا مثلا اللي احنا خدناه شويه اللي هو كان ده مثلا كده. دول كانوا كام سنه؟ سته. وكان في الرطب في كام؟ ها؟ كان في اربعه. لو انا قلت لك عايز اقلل الستبس دي اخليها درجتين هتعمل ايه؟ هتقوم تزود السنون. صح ولا ايه؟ ما هتخلي تاني. يعني عشان اخلي بدل ما موت يلف 30 لا انا عايز يلف خمسه. يبقى تعمل ايه في السنون؟ تزودها. لما تزود السنون عليها السنه كانت كده والرؤوس كانت كده. لما تزود السنون لازم السنون بتاعها يحصل ايه؟ يعني لازم حجمها يقل طبيعي وحجم الرطب برضه يقل معايا. معناها ان الفرص بتقل كده طبيعي قلت. كل ما تقلل السم كل ما تقلل الفلكس كل ما تقلل مين؟ الفرص. ففي الاخر انت لما تبدا تعمل ديزاين عايز ترك عالي ستيب قليله روح هتروح على مين؟ على الموت ستاب. لو انت مش عارف توصل لتقليل عدد السنين في الديزاين. تمام كده؟ نيجي بقى للجزء الثاني الموضوع ده. تاني فدي عايز سوفت وير. تمام كده؟ انك بتغذي حاجه وتسيب
فاللي بيدرس دلوقتي السائل يعني هو الفول ستيب مود والهاف ستيب مود. تمام؟ ايه هو الفول ستيب؟ تعالى مثلا نشوف المثال اللي احنا شويه. المثال اللي اخدناه كان ان اس بكام؟ ب 6 وان ار بكام؟ ب 4. اللي سيب اجل كان كام؟ كان 30 صح؟ طيب عشان نمشي 30 درجه كنا عايزين كام خطوه؟ 12 خطوه صح؟ يعني الدوره الواحده همشي فيها 12 مره عشان اخلص الكتروس دي درجه. الفرصة دي بيقول لك ايه بقى؟ انت لف عندك فازات، عندك A B C، كل ما تغذي فازه كل ما تمشي كام درجه؟ 30. بس اللي اعرفه ان الفازه اللي بتغذيها بتبقى في سن الله يمد معاك. يعني غذيت A تلاقي في سن معين، غذيت B تلاقي في سن مع B، مش لازم تكون نفس السنه. سنه ثانيه مع B. انا لما هنا اغذي ايه؟ هلاقي في سن من الروتر مع ايه؟ الله يمد معاه بشكل كده. طب لما اجي اغذي بيه هلاقي في سنه الله يمد مع مين؟ لا مع مين؟ طب عشان الاوبريشن ده يحصل بيشيل من هنا كام درجه؟ 30 درجه صح؟ يعني انت الاول اللي هي اول مثال خدناه الايه كان تحتها سنه. لما جيت اغذي بيه بي شالت سنه صح؟ فمشي كام درجه؟ 30. اذا من الاول انت غذيت ايه؟ لحد ما غذيت دي مشيت كام درجه؟ هم دول بس. هتغذي سي تسحب كام 30، هتغذي ايه تاني تسحب كام 30. اذا كل تغذيه انت بتعملها تمشي كام درجه؟ 30 درجه. لو جيت تغذي دي تاني سي سي بعد كده مش فاكر كام درجه؟ 30. فالفول ستيك مود هو العادي انك تغذي الاول ايه؟ بعد كده تغذي مين؟ بي، بعد كده تغذي مين؟ سي. بنسميه وان فيز. هو الدكتور بيسميه في الوسائط وان فيز بس. يعني بس فازه 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 فقط. طب ايه رايك لو احنا غزينا فازتين ات سيم تايم في نفس الوقت؟ يعني انا غزيت A وB مع بعض. لما غزيت A اهو انا غزيت A وغزيت B، الفلكس عايز يعدي من هنا والفلكس عايز يعدي هنا، هتلاقي السنه بتاع الروتر وقع منها صح؟ ما ينفعش تبقى اللاين مع A بس ولا B بس. امال تعمل ايه؟ تقف بين الاثنين. ليه؟ لأن دي هي الحالة اللي الرقص فيها مالها أقل ما يمكن بين إيه ومين؟ وبي. طب جه بعد كده غزي بي وسي. رحت مغذي بي ومغذي تلاقي السن وقف فين؟ بينهم. طب مشي كام درجة؟ 30 بس البوزيشن اختلف. البوزيشن بس اختلف. لكن من هنا هنا اتحركت 30. لكن المكان نفسه بتاع الرطب اختلف. يعني الأول كانت سنة بتبقى الله يمد معايير. لما اجي اغذي بيه تلاقي سنه هنا. طيب الاول بقى لما اغذي ايه؟ بص كده. لما اغذي ايه وبي تبقى السنه بينهم. طب لما اغذي بيه وسي تبقى السنه بينهم. انا مشيت نفس ال 30 ولكن المكان ماله؟ اختلف. يبقى برضه دي بالنسبه لنا فول ستيب. طب انت استفدت ايه من الحته دي؟ زودت التوت، زودت العزم شويه. ليه زودت العزم؟ لانك بتغذي كام سنه في نفس الوقت؟ اثنين. فدي احنا ممكن نقلها فول ستيب عادي جدا. لا دي بتعمل ايه؟ فول ستيب بس هاي دور. طب هنا بقى انت غزه عملت ايه؟ الاول غزت ايه؟ ها؟ بي بعد كده بي سي بعد كده سي اي هنسميه تو فيز. يعني انت غزه كام فازه؟ فازتين. طب لو عملت منهم بس ازاي؟ بص انا غزيت ايه؟ تمام؟ بقى في سنه الله يمكن عليك معايا. لو كنت غزيت بي كانت السنه تيجي هنا. طب بعد كده كنت غزي ايه بي؟ طب السنه جايه فين؟ النص. بعد كده غزيت بي امسكها هنا فين؟ خلي بالك من هنا لهنا كانت فوق كام درجه؟ 30. هنا بقى عدت على كام مرحله؟ 2. يعني هنا مشيت كام درجه الاول؟ 15. يبقى هنا 15 درجه صح كده ولا ايه؟ فده بنسميه هاف ستيب مود. يعني انا مشيت كام خطوه؟ نص الخطوه بس. فكده هاف ستيب مود. طب عشان اوصل للهاف ستيب ده اعمل ايه؟ اغذي فازه فاستيج فازه فاستيج فازه فاستيج. الأول عندنا أقوم أغذي إيه؟ بعد كده إي بي، بعد كده بي بس، بعد كده بي سي، سي بس، وهكذا. يبقى إحنا عندنا كام بقى؟ ثلاثة. هو في الآخر هما اتنين بس. بس إحنا الفول ستيب قسمناه لفول ستيب عادي وفول ستيب بس هاي إيه؟ تور. الاتنين دول بمشي منهم خطوة كاملة، يعني السيتا كاملة، السيتا بتاع الفول ستيب بكام؟ 30، لو عايز الخطوة 12. فانت لما تغذي هتعمل لي جدول فيه 12 خانه. تمام؟
ال 12 حلقه دول او من 1 لحد 12 الانجل اللي بتمشيها في كل مره كام درجه 30 يعني 0 30 60 ها 90 120 لحد 330 يعني الخطوه اللي جايه فين فوق 0 الاول غز ايه بعد كده ب بعد كده C بعد تاني ها A B C بعد تاني A B وهكذا ده كده كله ايه؟ صفار لان لما بغزل نفس واحد بس اللي هو ده 1 بيس بيكون الاثنين تانيين بس تمام كده؟ لو فول ستيب هاي تورك برضه سنه كام درجه؟ 30 طب والستيبس كام؟ هنعمل خانه جدول نمشي انا خلاص يعني نمشي من واحد لحد كام؟ 12 لما اجي بس اغزل مين؟ فاستين فاستين صح؟ الاول اي بي بعد كده بي سي ها سي اي اي بي بي سي سي اي وهكذا كل خطوه 0 30 60 90 330 والباقي صفار يجي بعد كده بقى رابع ستيب رابع ستيب اولى كده ايه معايا كده؟ اي بي لما تعمل الكلام ده سيدا في الرابع ستيب بكام؟ 15 يعني ايه سيدا بكام؟ ب 24 خطوه طبيعي ان لما سيدا تنزل النص الاس يزيد الضعف احسبها ايه؟ الاس بتاع الرابع ستيب 360 على 15 هيساوي 24 خطوه يعني كل خطوه 0 15 30 45 60 لحد 345 اخر 15 يعني اللي جاي كام بقى؟ 0 لما تيجي تغزل بقى ها A بعد كده A B B B C C C A وهكذا تمام؟ صفار مضحك؟ المفروض نعمل كده مش في المرة التانية؟ مهندس سواقي مش المفروض نخلص الايه؟ يعني الاخر يعني اول بوزيشن ده ما نهتمش بيه ما نهتمش بيه اعتبره كان السنه كانت بين الاثنين يعني الريفرنس بتاعي يعني المفروض بقى في 18 و30 السنه كانت واقفه وفيها درجتين اول خطوه طبيعي ما تحسبش يعني او الانيشال بوزيشن انا ما اعرفوش جوه الموتور عامل ايه بس اللي اعرفه ان انا لما غاز اي وبي هطور بين اي وبي ده اسمه رفرنس بالنسبه لي. يعني تغذيه اي وبي قبلها كان ايه مش دعوه. عملت تاني؟ لا تمام. الزيرو بالنسبه لك الزيرو بالنسبه لك مش هي عند ايه؟ لا الزيرو بالنسبه لك ده بوزيشن معين. يعني انت لما تغذي اي وبي قبلها ما كانش عارف هي فين اصلا. ممكن تكون كانت عند ايه؟ يعني اعتبرت هو اعتبرت عندها زيرو ايا كان بس كده. هي قبلها كانت فين معرفش قبلها السنه دي كانت فين معرفش كانت عند ايه طبيعي انك لما تحط ايه وبي هيتحرك سنه صغيره مش 30 انا ماليش دعوه اول حاجه بالنسبه لي هو الزيرو ده الزيرو الجديد بالنسبه لي ان هي واقعه دلوقتي فين بين ايه وبي لما اجي انزل دوسي هتنين يبقى انا مشيت كام درجه 30 الزيرو بقى بتاعي فين هو اول حاجه في الجدول بس قبلها مفيش دعوة. النوع الثاني في نوع اسمه بيرمنت ماجنت. النوع الأولاني اسمه إيه؟ فاريبل ريلاكتنس. كان الأوبريشن مبني على اختلاف المعاقة بتاع المسارات فالفورس اللي في الإرجاب بتحاول تقلل المسار على قد ما تقدر. تمام؟ بس الفلكس كان بيعدي من مغناطيس حديد مغناطيس صح؟ يعني المسار إيه؟ حديد. طب ايه رايك لو انا خليت المسار عباره عن اسطوانه؟ يعني انا في الاخر عندي سنه 2 3 4 جدا الستيج اهو. عندي سنه 2 3 4 وخليت ده مناطق يعني دايره اسطوانه. لو الاسطوانه دي حديد بس مش هدور. صح ولا ايه؟ لان المعاقه كلها ثابته عند اي حاله. يعني هنا المسار هنا قد المسار هنا قد المسار هنا وخلاص خلصت. تمام؟ طب ايه رايك لو انا بقى خدت اسطوانه بس خدتها ماجنتس يعني ايه؟ قسمتها اس ان اس ان اس ان ساعتها هيدور مش هيدور؟ هيدور ليه؟ تعالى مثلا افترض انت جبت غزل الملف ده وقمت مخلي
وهكذا. يعني انت كل ما تمرن ماتشين ده بمباريات معينه وتشد العكسها، كل ما تمرن تشد العكسها، يبقى هو شيء اسطواني في الاخر. لكن انت بس الاسطوانه دي ليه؟ لماجنس، يبقى كانها ايه؟ كانها ستون. صح؟ لو كانت حديده بس مش هيف مش هدور. ليه؟ لان المبدا نفسه بتاع بلاك فورس مش موجود. اختلاف المعوقه وان الفورس لازم تقلل الانرجي مش موجود. طيب ايه اللي انت بتعمله بقى في كذا انواع عندنا للموضوع ده؟ في حاجه اسمها يوني بولر، في حاجه اسمها باي بولر وباي فيلر. مبدئيا كده ايه اللي انت استفدته لما عملت حركه دي؟ توك العالي. ليه؟ الاول كان الفرنسي بيعدي مغناطيس، ما هو مدافع مغناطيس حديد مغناطيس، هنا بقى ام اس ام اس، يبقى المسار كله ايه؟ هولز. التورك ماله؟ اقوى شويه. يبقى البيرم انت باينت على التورك سنتر. يبقى الحاجات دي ايه موضوع البيبولر والبيبولر؟ ايه البيبولر؟ لو احنا طبعا بنغزل الملف في الاخر. يعني احنا اللي بنعمل نص وساوس بمزاجنا احنا بملف. بمعنى لو دي حته حديده وانت غزلت هنا التيار، فده عدى هنا يعمل لك فلكس صح؟ الحاجه دي تتقلب على طول. تبقى في منها ان والطرف الثاني ايه؟ اس. ده كده ان اس ان اس صح؟ عشان كده ده لو انت فرضت لو انت مدخل التيار من يامه وخرجته مين؟ من يامه الثانيه. طب ايه رايك لو انا عكست وحطيت هنا سنتر تايم تمام؟ والتيار ده مش من هنا، فالتيار ده بيجي ينزل ينزل ازاي؟ ينزل شويه كده وشويه كده صح؟ خلي بالك لو فرضنا ان دخول السهم بالنسبه لك هو الان ودخول السهم هو الاس، اللي تدوا بالهم ده ام صح ولا ايه؟ يعني هتعمل هنا ام وهتعمل برضه ايه؟ ام. يبقى لو عملت سنتر تايم والتيار اتوزع يعني في الاثنين حال يبقى خلاص هي اساسين بولات، فنسميها يوني بولر. لكن لو عملتها كده اسمه ايه؟ باي بولر ان ميس. فانا هعمل ايه بقى؟ طبعا الاثنين دول عملوا كفايه اكيد. ما هي لما دي تمسك اس ودي تمسك ام يبقى تدوا بالهم فازوا واحد. في نفس الوقت برضه لما دي تشد اس دي تشد ايه؟ ام. فانا عندي هنا فاستين على اربع سنين دول، في فاستين. الفاستين دول في فاز رقم واحد اولها ايه واخرها بي، والفاز رقم اثنين اولها ايه واخرها بي. هقسمهم كده. دي الفاز رقم واحد اولها واحد ايه واخرها واحد بي. دي الفاز الثانيه اولها اثنين ايه واخرها اثنين بي. يعني الملف ده الجزء ده عند ايه الجزء عند مين؟ عند مين؟ كل واحدة بسويتش. الملف التاني الجزء عند اتنين ايه؟ والجزء عند مين؟ اتنين بي. إذا أنت عملت سنتر تاني بالطريقة دي معناها أنا هقفل أنا مش هقفل الاتنين، هقفل واحد بس. لما أجي أقفل ده الطريقة تمشي إزاي؟ كده يقوم يعمل لك إن عند واد إيه؟ صح؟ طيب مثلا لو الواد ده الطريقة تمشي كده صح؟ تقوم تعمل إن عند مين؟ عند تو بي. الرباط ده تعمل ان عند واحد بي، الرباط ده تعمل ان عند واحد اي، عشان دي كلها كده زي سيمبولر تبقى سامراي يوني بولر، هي بولر واحده بس. وما بنفتش سويتشين في نفس الوقت، يعني هو واحد 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 واحد. انا بتكلم على الحقيقه ورا الحقيقه لسه هغير خطوه واقفل سويتشين وثلاثه براحتي، بس انا بتكلم الجنرال انا هقفل سويتش واحد بس. كل سويتش هتقفله هتغذي سن. طب هنا بقى الاوبريشن هنا كام فازه؟ المفروض كام فازه؟ فازتين. لكن انت قطعتهم بكام فازه؟ اربعه. كانك لما تيجي تعمل جدول وتعمل لي تروس تيبل للتغذيه اقول لك والله ما تقسمهمش فازات، لا تقسمهم انصاص. يعني ايه بقسمهم انصاص؟ بص كده الجدول بتاعنا ادي الستيب وادي الانجل. احنا عندنا كان ملف الاول ملفين صح؟ بس الملفين دول لما قال لك حرف على كل واحده سويتش هو كان ملف؟ اربعه. في واحد ايه؟ اثنين ايه؟ في واحد بي اثنين بي صح كده؟ وبعدين انا الملف ده في واحد بس. تعالى هنا مثلا اول ما قفلت واحد ايه؟ واحد ايه شد مين؟ اس. بعد كده لما تقفل اثنين ايه؟ ايه اللي شد مين؟ يعني دي تيجي هنا دي تيجي هنا كده ودي تنزل هنا. ما
بقت اس دي جاهزه لواحد بي، جاهزه لواحد بي وتشد مين؟ اس. يبقى اس دي جاهزه لاتنين بي، لما الغاز اتنين بي شد مين برضه؟ اس وراه. معناها ان انت كل ما الغاز سنه كل ما تمشي كام درجه؟ 30. فهمت 30 منين بقى؟ انا عكست خليت الايزو كام؟ 4. والروتو كام؟ 6. العكس يعني الايزو هنا انا بخليه 4 سنه، والروتو كام سنه؟ برضه 30 كام درجه؟ 30 درجه. تمام؟ فانا كل خطوه همشيها 30 يعني 0 30 ها 60 90 لحد كام بقى؟ 30 لحد 330 درجه. هنا بقى لما اجي اغزل ها 1 1 1 1 صح كده؟ وتكرر تاني 1 1 1 1 والباقي ايه؟ الباقي ايه؟ صفار صح كده؟ طب لو احنا بقى عايزين نعمل هنا فول ستيب بس هاي تورك كنت غازل سنتين اساسي طن سنتين اساسي طن يعني غازل اول واحد ايه واثنين ايه؟ تقوم الام دي يعني دي ان ودي ان صح؟ تقوم الاس دي في النص يعني ما تبقاش الله يمنك مع مين؟ مع حاجه منهم هي في النص في الاخر صح ولا ايه؟ بعد كده غازل اثنين ايه واحد بي اللي اس فيه بتوع منهم يعني دي ان ودي ثلاث اس منهم ان ودي ثلاث اس منهم انا برضه همشي هنا همشي نفس 30 درجه بس وانا بغازل كام سنه؟ سنتين دي ودي مكان دي ودي مكان دي ودي مكان دي ودي هي نفس اللي انت عملته في الفازات بس هنا اسمه تمام؟ لما تيجي تعمل بقى تو ستيبل بالفول ستيبل هيبقى عامل ازاي؟ ها؟ اول حاجه واحد ايه واثنين ايه بعد كده ده خلاص كده ها؟ واحد ايه واثنين ايه بعد كده؟ اثنين ايه واحد بي بعد كده واحد بي واثنين بي اثنين بي واحد ايه وهكذا اثنين 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 لحد ما خلاص الجدول غير كده كله ايه؟ يجي بقى المهم الهاب ستيب هاب ستيب مش هتقدر تعمل ايه؟ سيب كام؟ 15 15 15 بس كام؟ 24 24 هعمل جدول في 24 خانة صح؟ بس لما اجي اغازل اعمل بقى الاول اغازل دي بعد كده الاثنين دول دي بس الاثنين دول دي بس الاثنين دول وهكذا فلما اجي انا اعمل جدول هيبقى هنا واحد ايه بعد كده واحد ايه واثنين ايه شباب ادي واحد ايه؟ واحدة واحد اثنين 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 واحد 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 وهكذا اللي انت عملته في اللي فات بتعمله هنا بس اختلاف بس دول كام حالة؟ أربعة كأنهم أربع فازات تمام؟ ده اسمه يونيبولر اليونيبولر برضه كويس مش وحش هو انت زودت التوت مهمة ولكن قللت مهمة ثانية بمعنى أنا لو بغزل واحد ايه بس من غير واحد بي ما هو واحد ايه واحد بي زي سيم كويك نفس الملف لما احط هنا ان واسكت تمام وهنا لما احط اس معناها ان الفرنس عدى على مغناطيس بعد كده مغناطيس بعد كده مغناطيس بعد كده حديد صح يعني المسار مش كله ماجنتس في حديد برضه اللي يعمل لك بقى كله ماجنتس هو الباي بولر يعني ايه باي بولر؟ انك لما تعمل ده ان تعمل ده ايه؟ عشان لما يكون ده ان ويكون ده اس الفرنس يعدي من ان اس ل ال ل اس يبقى المسار كله ايه؟ ما يبقى انا زودت التوت اكتر صح ولا ايه؟ يبقى الاحمال اكبر بقى زود بس لما تيجي تعمل بقى حركه الاتجاه دي ما ينفعش تسيب ترتيب ما ينفعش اعمل تسيب ترتيب بالطريقه دي يبقى شكله مختلف شويه ممكن تلاقي اس دي واقع منهم
الشيب لان عشان تمشي الخطوه اللي تكون اس في النص. الورق ده هو اللي هيعمل لك الورق ده. يعني انا بس بغزل اهو، لو غزلته مع بعض ايه اللي يحصل؟ تلاقي اس دي حوالي سنه، فتيجي هنا اس تيجي هنا ويتقرب شويه، فساعتها خلاص بقى عامل كده يعني بين الاثنين دول. وضحت؟ ففعلا برضه الدوران عكس مين؟ عكس التغذيه. يعني هو هيفتكر ان الاس دي هتيجي هنا والا يبقى الموضوع كده غلط. تمام؟ دي لو جت هنا ابعد من ان دي تيجي هنا. يعني دي داخل مسار معين؟ لا دي تمشي اقل. يعني المسار دي يبقى ايه؟ هيبقى اقل. فانا بقول بس في موضوع الدوران ده ما يشترطش ان البوله اللي الاس دي تقع من الاثنين، لا. هي ممكن تكون من اليمين دي في اس ومن اليمين دي في ايه؟ بس الاثنين مالهم؟ قريبين من السنتين. تعالى بقى نتكلم في الباي شوت. يعني كده التغذية عكس الدوران في كل حاجه. اه طبعا. بص شوية في هنا بقى عشان كده من موضوع البيبولر ده ما ينفعش اعمل الدرس التغطية. طب اعمل ايه بقى؟ بجيب الملف نفسه واحط جوه حاجة اسمها اتش برنش. لكن مش كده؟ هو اي ملف من دول اوله ايه واخره ايه؟ بي. عندنا اثنين كويل، كل واحد اوله واخره بي. انا مش هعمل ان بس، انا هعمل ان وايه؟ واس. يعني بمعنى صح انك كل ما تخلي السنه اللي فوق دي ان يبقى تخلي اس، حطها كده ان اس ان اس ان اس. يعني انت الملف مره تخلي بولارتي ان ومره تخليها ايه؟ اس، وبعد كمان شويه هتعكس. عشان نعمل الكلام ده بالسويتشات. فانا هنا لو قفلت السويتش ده وقفلت السويتش ده التيار يمشي كده صح؟ يقوم يعملها كده اس ان. طب لو عايز اعكس افتح الاثنين دول واقفل ده وده واقفل ده وده، يقوم التيار ينزل كده 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 مش العكس. تقوم عملت هنا اس وهنا ايه؟ ان. يبقى انا عشان اقلب ولعبت كل شويه اقلب بالسويتشات. هقفل دول مرة اعمل هنا اس ان، والمرة الثانية اعمل ايه؟ هقفل دول اللي عملت هنا ان ايه؟ ان اس، وهكذا. طبعا الكلام ده ممكن تعمله معناها ان احنا ما عندناش حاجة اسمها واحد. ما ينفعش تحط 1، 1 دي يعني في فولت، وزيرو مفيش. لكن لما تعمل لي بقى طرف، يعني مثلا الطرف ده ايه اهو؟ ايه وبي. الأول كنت بقول ده 1 والتاني زيرو عشان كان فري. مفتاح مفتوح. لكن هنا انا بقول لو انت خليت هنا ان ده ايه؟ إذا ما ينفعش حاجة اسمها 1، لا نمشيها بقى بص وإيه؟ هنمشيها بص وإيه؟ يبقى لو السويتش مفتوح زيرو. لو السويتش مقفولة أكيد الطرف اللي هيبقى إن يبقى عكس واحد تاني إس، ده مش هينفع كده. إنه إس. أنا عشان أسهل عليك الموضوع هتعمل إيه بقى؟ في الجدول. أنا في الآخر هعمل بيبولر. أنا لو بقفل دي بس وأسيب دي فري كانت زيرو. لكن هنا أنت لو قفلت دي نفس اللحظة دي عندها العكس. يعني ده ان ده ايه؟ اس. انت ماشيها الاول وحاجه، بمعنى عايزين نعمل فور ستيب. هتعمل ايه؟ تولاي اهو، لو انا غزل دي ودي ودي ودي، مش ده اللي انت عارفه؟ ايه بي سي دي وتكرر تاني. لا بس خلي بالك بقى، هو وانت بتغزل ده وده وده دول مش واحد، دول ايه؟ هتخليهم ثلاثه وخليهم بوست. قبل ما تكمل الجدول، لو ده بوست يبقى خد الناحيه الثانيه نيجاتيف. يعني لما طرف واحد ايه يعني بوست لواحد بي ماله؟ يعني لما يكون في واحد ايه بالتاني ايه؟ اس يجي هنا اتنين ايه بوست يبقى اتنين بي نيجاتيف. هنا واحد بي هو اللي بوست يبقى واحد ايه؟ نيجاتيف. هنا اتنين بي بوست يبقى اتنين ايه؟ نيجاتيف. غير كده كله ايه؟ صفار وهكذا. تمام؟ نيجي للهاي تور. فالهاي تور بنعمل ايه؟ سنتين 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 صح؟ مشيهم اول حاجه اهو دول اتنين اثنين 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 وتكرر تاني صح؟ كل واحد من دول خليهم بوست. يعني بوست 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 وهكذا. خلاص والله انا اللي اعرفه ان كل طرفين بوست دول معاهم ان يبقى عكسهم ايه؟ يبقى ده نيجاتيف 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 وهكذا. وضحت؟ طب هاف ستيب بتعمل ايه؟ هاف ستيب الاول تعمل ايه؟ سنه صح؟ سنتين سنه سنتين سن سنتين كل واحد من دول خليه ده ايه؟ بوست. نيجي هنا البوست ده عكسه نيجاتيف.
الفات. ده عباره عن تقسيم ملفات. الملفات دي اسمها ازاي؟ هو عامل لك ملفين على كل فازه في ملفين. والله يقول لك انت لو عايز يونو بولر، يعني انت لو عايز تشغل ماشين يونو بولر بتعمل ايه؟ تروح موصل الاثنين دول كده في دي سي، يبقى الطرفين دول بس يعني دول سنتر فيت، يعني انت تخلي الدي سي في النص. تمام؟ القياس المتغير ما يمشي كده، ما يمشي هنا وهيمشي برضه هنا. يبقى الطرف ده لو كان ان، يبقى الطرف ده برضه ايه؟ ان. ده لو انت عايز يونو بولر. لو عايز تشغله باي بولر هتروح موصله بالتوازي. بحيث ان الضغط ما يخش هنا، يعمل لك هنا ايه وهنا ايه؟ اس. طبعا في برضه باي بولر تاني من الاثنين اهم. بس بدل ما وصلوا التوازي وصلوا مين؟ اواي. بحيث ان الضغط داخل هنا اي، يبقى هنا ان، وخارج هنا ايه؟ ايه الفرق بين دول؟ هما الاثنين دول باي بولر. بس داخل هاي كارت. انت عايز كارت عالي، وصلوا التوازي. هنا في اللو كارت. او الهاي فولتج يعني. تمام؟ ووصلهم التوازي. ده يونيبولا. اذا هو ده اسمه ايه؟ باي فولتج. اخر نوع خالص في الانواع الاصليه اللي هو اسمه ايه؟ هايبر. الهايبر ده هو عباره عن هجين بين الاثنين. انت لو انت خدت السنون لوحدها، لو انت خدت السنون لوحدها هيبقى اسمه فاريبل ريفرنس، هيبقى الدوران والتورك معتمد على اختلاف الريفرنس. تمام كده؟ لو انت شباب، لو انت هنا خليت اسطوانه بمغناطيس، يبقى الدوران بتاعك مبني على اختلاف البولاريتي ان واس. طب ايه رايك لو خليناه اسطوانه بسنونه الصغيره من فوق، وخليت اللي جوه الاسطوانه ان، والسنون دي كلها اسات، وادي السنون بتاع الاسكيل. بص يا شباب، اللي بيحصل هنا، اللي بيحصل هنا ان مغناطيس الروتر صح؟ وقسمته ايه؟ بسنونه. فانت استفدت بحاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ اختلاف ريلاكتنس واختلاف ماجنس. يعني بمعنى صح، الفلاس هيعدي من ان يروح لاس يروح لان، او من ان يروح لاس يروح لان. والمسار هنا مش لازم من سنه لسنه، يعني زي اللي فاتت، مش عشان دي ان يبقى دي اس، لا، بس انا ممكن تعدي من هنا على ده ويطلع هنا، تعدي من ده على ده يطلع هنا، ناحيه ثانيه. في الاخر يعني الدوران بالنسبه لك بقى حاجتين، اختلاف المعوقه في الاخر الفلوس عايز يعدي من حته قليله والجذور معايا، وفي نفس الوقت التورك زاد عشان ده بولت وده بولت، او ده بولت وده بولت، ان وان او ان واس. يبقى في الهايبرد خدت التورك مرتين، تورك بسبب اختلاف مين؟ الريلكتنس، وتورك ثاني بسبب اختلاف مين؟ الماجنتس. في بقى مسائل على الاختبار، كل مسائل الاوستايد سهله جدا. دي مسالتين هنزلهم لكم النهارده او بكره. عايزين ممكن يجي الاسبوع الجاي يدي حضره فيها مسائل على اللي فات، ودول مسائل